شوفوا انا ممكن اتغاضى عن اي حاجه في الجواز، تمام، انا ممكن اتغاضى عن الجواز نفسه، تمام، انما الجواز في الصيف انتوا اتهبلتوا يا جماعه، يعني في الموسم اللي محدش فيه بيطيق حد ومحدش عايز حد يقعد مع نفسه، وانتوا رايحين تتلزقوا في الدم برام برام بام بام في كميه الصهد اللي طالع ده، يعني انتوا معمولين من حاجه غيرنا اكيد. انا ليه دايما بهاجم الجواز في مجتمعنا؟ ركزوا، في مجتمعاتنا دي بالذات هو ده اللي انا بعترض عليه، لسبب بسيط جدا، هو ان مفهوم الجواز عندنا هو نفس مفهوم العبوديه. فاكرين العبوديه؟ هي ما كانت موجوده زمان اكتر من دلوقتي، بس موجوده دلوقتي بقى طوروها اكتر، بقت ايه؟ منظومه الجواز، تمام. احنا كده ايه، خلقنا حاجه عباره عن عبد ومعبود بجد، يعني احنا ما احنا تخطينا كل التوقعات، يعني حد يخدم طبعا دي بتكون الست، وحد يتخدم وده بيكون الراجل، وهو ده اللي حصل في كل البيوت، تمام، لان مفهمانا ان ده واجبك المفروض تعملي كده، مع ان لو بصينا للاسلام هنلاقيه لا مفروض عليها ولا حتى المفروض تعمل كده، وده بتعمله زي ما بيقولوا كده تكرم او تعطف منها، تمام. ف المفروض ان احنا بنعمله كده ايه، حاجه حلوه بس كده مننا، اتفرض علينا، يعني مجتمع منساق ورا اهوائه، مجتمع ذكوري بحت، مجتمع لا يصلح فيه مؤسسه الزواج بتاتا. فبتتجوزوا، تمام، وبتصحوا الصبح بدري جدا جدا جدا، يمكن قبل العصافير والديوك، وبتناموا متاخر جدا 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 جدا، يعني زي اللي راجع من شفتين او 3 شفتات شغل، وفي الاخر ما بيعجبهمش اللي انتوا بتعملوه كمان، يعني يقعدوا يتامروا عليكم، بل هو ايه ده، تنام كده اللي هو ال4 ساعات اللي انتوا بتناموهم ده، لو كملتوهم بيبقوا مبسوط فيهم، يعني لو حتى نمتهم كاملين ممكن يكون متقطع لو في اطفال. ف لو بصيتوا كده على الموضوع من بره هتحسوا ان في فخ وانتوا وقعتوا فيه وانا شفتكم انتوا بتقعوا فيه وكلنا اتفرجنا عليكم في الوقعه دي، بصراحه كانت تاريخيه، لان التور اللي عارفين، التور اللي عمال بيلف في الساقيه، يعني هو للاسف بيمثلكم. فالناس المتجوزه دي بتبقى بالنهار شغاله في الفاعل وبالليل مقتوله زي المفعول، فحريتكم بتتقيد وبتصغر وعماله تقل كده، يعني ممكن توصل انها ما تبقاش موجوده خالص، وسجنكم بيتضاعف، عمال بيكبر بقى وبيزيد مع الوقت. واحب اقول للناس اللي معظمه قوي فكره الزواج ان ده سنه في الاول وفي الاخر وليس فرض، تمام، فما ينفعش تجبروا الناس عليه، اذا كانت الفروض ما بنجبرش الناس عليها، تخيلوا بقى، بنسيب كل واحد لوحده وبنقول ربنا هيحاسبه. فاحنا عملنا بقى نفرض ولا نجبر حد على فكرنا احنا، يعني اللي يتجوز يتجوز واللي يتجوز ما يتجوزش، بمنتهى السهوله. وفي ناس هتصدق على كلامي ده، لان اللي عاش عازب او اللي عاشت عازبه طوال حياتهم، تمام، عاشوا حياتهم، عرفوا يعيشوا، وايه اللي اتجوزوا ما عرفوش، او بالمعنى الاصح ما لحقوش يعيشوا حياتهم، لان كله ورا بعضه دب دب دب، جواز بعدها خلفه بعدها يا اما تربيه يا اما يرموا في الشارع، فما فيش وقت ان هم حتى اللي هو ايه يشموا نفسهم. هتلاحظوا ان كل اللي متجوزين، خلينا نقول حتى معظمهم، تمام، عندهم امراض الدنيا والاخره، شوفوهم كده يعني بجد هتدوروا هتلاقي عندهم امراض اللي هم متجوزين. قالوا بقى ليه العزاب؟ طبعا اكيد هيبقى في ناس عندهم امراض، بس هتلاقوا معظمهم او نصهم حتى على الاقل معافين. ليه؟ لان بيجي بالضغط، بيجي بالسكر، بيجي بالقلب، وعلى يدي، وشفت حالات كتير جدا كده، ناس ما كانش فيها اي حاجه وبعد الجواز فجاه ما تفهموش ايه اللي حصل لهم. ما حدش يقول لي عيين، ها؟ ما حدش يقول لي عيين، تمام؟ لان بيأثر على نفسية، لان انتوا عندكم منظومه ما بداتش من الاول صح. فتخيلوا منظومه مبنيه من اولها لاخرها غلط، فيعني هتبقى في قمه الفشل، فطبيعي هيحدث عنها حاجات زي الامراض والى اخره وغيره. ده غير ان احنا مش بس في الدنيا بنايه، لا ده احنا في الاخر كمان على جهنم. مش ليه؟ لان اسأنا لزوجتنا او ضربناها او ما عملناهاش كويس، اخدنا حقها، مش عارفه عملنا ايه. فهتلاقوا ممكن يكون نص الناس او 3 ارباع اللي في جهنم متجوزين بسبب ان هم قضوا على حقوق الشخص التاني، او عاملوه بطريقه وحشه، او 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 قالوا له كلام مش كويس. هتلاقي كل ده في الاخر، في ناس بتموت ناس متجوزين، شوف الموضوع وصل لايه، وانتوا بتسمعوها اكيد كل يوم، حادثه مختلفه، مش عارفه مين قتل مراته، مش عارفه مين قتل جوزها، مش عارفه مين اتضرب ضرب مبرح، والاولاد هم اللي بيشربوا كل ده في الاخر. ف بشوف ان في الاول وفي الاخر البنات هي اللي بتتجرع كل ده من الاباء والامهات، لان هم مش بيتعاملوا كاب وام، هم بيتعاملوا قدامهم كزوج وزوجه، وده غلط. فانا بقول لكم النشأه من اولها لاخرها وفهمنا للجواز غلط، لان دي منظومه انت بتعيش فيها مش عشان نفسك وبس، عشان الاشخاص اللي عايشين معاك التانيين، سواء اذا كان الزوج او الاولاد، او الزوج بس او الاولاد بس. فاللي فهمهم ان هو عباره ان انت تعيش للناس التانيه وبس، او تعيش نفسك وبس، فده غلط. وانا بنادي هم موقعي هذا، لو حد مقبل على الزواج او حتى حد نفسه فيه، لازم يكون شخص ما عندوش انانيه. لو انت عندك انانيه، او انت كل حياتك محور عباره عن نفسك انت وبس، ما تنفعوش انتوا الجواز، لان الجواز ده بتفكر في شريك الحياه،
وبتفكر في الاسره اللي انتوا انشاتوها مع بعض، فهتفكروا في نفسكم اه بس هيبقى اقل من دلوقتي بكتير. فالناس اللي هي عايشه لنفسها زي ما بنقول لا تصلح للجواز. انا بسمع طوال فصل الصيف من المنور ومن البلكونات ومن الشوارع خناقات بشعه وبأبشع الالفاظ وبالضرب وبالاهانه وبتكسير وحاجه تحس ان العماره بتتهد، العماره بتحس انها من كتر ما في عنف بتتهز. شوفوا انتوا واصلين، شوفوا انتوا، وعلى طول زوج وزوجه على طول الخناقات دي بتبقى كده. ف انا بحكي لكم اللي انا شايفاه، فانتوا مستعدين ومتاهبين للخطوه دي؟ اولا لازم تختاروا صح جدا، مش صح بس، ده انتوا تبقوا دارسين الخطوه مليار مره قبل ما تفكروا تعملوها، وتبقوا يعني منقين الشخص من وسط مليون حد، ويعني وهو ده، وتدرسوا اخلاقه وتعرفوا طباعه وتختبروا كذا اختبار لازم تشوفوا انتوا هتعيشوا مع مين لبقيه حياتكم. مش اللي هو ايه بطيخه والكلام ده، لا الجواز مش بطيخه، انتوا اللي حياتكم سلطه. في حاجه اسمها بشوف، انا عندي عين بشوف، بسمع، عندي ودان، يبقى بكلم، عندي بق، بشوف التاني ده ايه ظروفه، مش اللي هو خبط لزق كده، ده بابا موافق، ده ماما اختارته، ده مش عارفه مين جابه. هنهزر؟ منظومة الزواج الفاشلة دي هي اللي ناتج عنها أطفال الشوارع. أو الأطفال دول جايين منين؟ مش من الجواز؟ ما دي كارثة. اللي هو إيه؟ أنتوا مش بتخلفوا بس وخلاص، لا ده أنتوا بترموا في الشارع، فبيطلعوا علينا إحنا. فالناس المحترمة اللي هي متربية ما بتعرفش تتعايش معاهم، بتشوف المناظر دي بتأذيهم، تمام؟ فشوفوا أنتوا مش بس أذيتوا المجتمع اللي حواليكوا، لا ده أنتوا جبتوا له كده عالة وعبء عليه وحطيتوه، وبرده بيبقى ناس مش ذنبها غلابه، وبرده بيترموا في الشوارع نتيجه ان مفيش اب وام ومفيش حرص عليهم ومفيش اهميه. طب انتوا جبتوهم ليه من الاول؟ سؤال بسيط. فاللي قد الموضوع الجواز يتجوز، اهلا وسهلا. اللي مش قده مع السلامه، ما يلزمناش، لان احنا متاثرين من الموضوع وسلبيا، على عكس ما الناس لما تفكر اللي هو الايجابي ده مش هيوزع بونبون، يعني يعني المتجوز ده مش هيفيدنا بحاجه، ولا حتى المطلق ولا الارمل ولا كده. بالعكس، لو في حاجه صادره منهم هيبقى عباره عن اذى، فاحنا عايزين نتجنبه. ده غير ان الاهل والعائله بتوع المتجوزين بيتاذوا. يعني لما اشوف بنتي ولا ابني زعلانين، ولا لما اشوف اخويا ولا اختي اكيد هزعل. لو ازاي يعني، ولا حتى ابويا ولا امي هتضايق، لان ما ينفعش حد تبقى كده اللي هو ده مخصم ده وده مضايق ده وضارب ده وده شاتم ده ودي مش عارفه ايه، ما بقتش حياه، احنا كده ايه ما بقيناش عايشين. ف احنا بنتاذى كلنا منكم اللي هم مش متجوزين صح، اللي هم بيتزعل عليهم وبيتزعل منهم، تمام؟ و بيبقى الواحد عايز يصرخ كده في وشهم، ما كنتوش تتجوزوا من الاول، اللي هو انتوا بتتجوزوا ليه؟ انتوا ما ينفعش تتجوزوا، الجواز ده مش ليكوا انتوا، اللي كل يوم خناقات وكل يوم ضرب وهانات، انتوا مخلوقين من ايه؟ يعني الواحد بيقول مثلا ايه ده عايش بيت اهله بقى وبتاع ومتضايق وعايز يتجوز، اتحبلتوا؟ انتوا عايشين في بيت عيلتكوا متانيين، وان شاء الله يا رب يكون في مشاكل كل يوم، تمام؟ احسن مليار مره من اتجوز حد لا يعرفني ولا اعرفه، ونبقى كل ساعة عايشين بس عشان نركز على بعض. ما ينفعش. طب دي أمي هستحملها، طب ده أبويا يعني خاطره عندي غالي، طب دي أختي هعدلها، طب ده أخويا معلش هيتعلم. إنما واحد ما خلاص بقى متربي، يعني المفروض أنتوا بتتجوزوا حد خلاص بقى متربي، يعني مش لسه هتربوه، مش لسه هتعلموه، وهو كمان مش لسه هيربيكم، مش لسه هيعلمكم، فأنتوا المفروض تتجوزوا حد جاهز. ففكرة اللي هو لسه بقى هبدأ أناكف معاه من أول جديد، ولسه هبدأ بقى أنقش عليها معاها على الحجر ليه يا جماعة؟ ده تعب وارهاق، ما بيحصلش، ما فيش حاجه اسمها حد شحط كبير بيتربى، ولا حد خلاص يعني بلغ من العمر ما بلغه ونقول يلا بقى هنبدا نعلمه، ما ينفعش. هو جاي بثقافه وجاي بتعلم وجاي بتربيه مختلفه عنكم تماما، فهتتعايشوا معاه ازاي؟ نشوف الناس اللي بتستمر في الحاجات دي كلها، انتوا ايه اللي غصبكم على العيشه اللي كلها زعل وخناقات ونكد وتعب اعصاب والنفسيه بتتدمر، وطبعا الجسد بالتالي بيتدمر معاها. يعني انا كشخص ربنا خلاني مكرمه، انا استحمل كل ده ليه؟ اطفال ما كنتش جبتهم الاول. وعلى فكره لو انتوا استحملتوا عشان الاطفال فانتوا تفضلوا تعيسين في حياتكم، تمام؟ لان الشخص ده ادام هو سيء مش هيتغير، انتوا تفضلوا تتحملوا كل ده لحد ما تموتوا، هتعيشوا حياتكم كلها كده شريط اسود؟ يعني حتى اللحظات اللي قبل موتكم هتفتكروا كل السواد اللي حصل، كل لحظات السود دي بعدين هترجعوا تفكروا تقولوا يا ريتني ما استحملت كل ده. يعني انتوا بشر في الاول وفي الاخر. لا، اعتمدوا على نفسكم، تمام؟ وما تخلفوش. عشان كده انا بقول في الجواز غير لما تتاكدوا ان الشخص ده هو الصح. انا المفروض ابص من جميع النواحي، اجلوها شهور، اجلوها سنين، المهم تاجلوها لحد ما تعرفوا ان هو ده الشخص المطلوب. مفيش حاجه اسمها اتجوز وخلف على طول، ده غباء من الطرفين، تمام؟ لان احنا قررنا نتجوز عشان نشوف الحياه الاول عامله ازاي، ادام احنا متجوزين عمياني كده، تمام؟ وحتى لو مش عمياني المفروض حتى تتجوزوا شويه تعيشوا حياتكم حبه كده مرفهين، تمام؟ وبعدين نشوف موضوع الخلفه ده، لان الخلفه مش هتطير في الاول وفي الاخر. يعني انتوا ناس بتقعد لحد الاربعينات والخمسينات ممكن تخلف، فانتوا لسه عشرينات وثلاثينات ويلا بسرعه نخلف ليه؟ يعني قطر الخلفه هيفوتكم زي قطر الجواز؟ هو ده كمان عملوا له قطر وانا ما اعرفش؟
احنا بسبب الجوازات اللي ملهاش اي لازمه دي كلها بقينا عايشين عباره عن جنينه حيوانات. عارفين كده اما بنقعد ناكل ونشرب ونقعد نتفرج على حيوانات في الاقفاص ولا في الحاجات بتاعتها، نفس الفكره والله بجد. نقعد نتفرج على الخناقات بتاعتهم ونشوفهم هما بيهينوا بعض ونسمعهم هما بيضربوا بعض، وبعدين نقول لا دول وحشين، ده ما كانش ينفع، مش عارفه ايه. فانتوا ترضوا ان حياتكم كده تبقى زي الحيوانات؟ ترضوا ان انتوا تتعاملوا كحيوانات مش كبشر؟ ترضوا ان البشر التانيين هما اللي بيقعدين يتفرجوا عليكم كده كانكم بتعملوا لهم فقره زي الحيوانات؟ يعني ينفع كده؟ ما يصحش، لان انتوا خلقتوا تمام عشان تعبدوا ربنا مش عشان تعبدوا حد، وعشان تتعبدوا لربنا مش عشان تتعبدوا لحد. فاحنا خلينا الزواج ده بصراحه حاجه لا تمت للواقع بصله، وحاجه ملهاش علاقه بالدين بالمناسبه اللي انتوا بتعملوه ده، كل العك والقرف ده. فالواحد لما بيقول ما تتسرعوش في موضوع الجواز فهو بيعني الكلام ده لانه شاف وسمع كتير قوي. مفيش حاجه اسمها جواز بالعافيه، مش موجود لا في شرع ولا في قانون ولا في حاجه خالص. يعني ايه اقنعك ان انت تتجوز ولا ما تتجوزش؟ ما ان شاء الله عنك ما اتجوزت ولا ما اتجوزتش، وانا مالي؟ ايش حشرني؟ ان شاء الله حتى اكون من بقيه عيلتك، انا ايه علاقتي؟ يعني مين انتوا عشان تقولوا للناس اتجوزوا ولا ما تتجوزوش؟ ولا لا فكروا في الموضوع ولا ما تفكروش؟ ايه دخلكم؟ قد جدا من المواضيع دي اللي هو لا انتوا من حقكم تقولوا لحد اتجوز ولا ما تتجوزش، ولا اشتغل ولا ما تشتغلش، ولا ادرس ولا ما تدرسش، ولا كل ولا ما تاكلش، ولا نام ولا ما تنامش، حاجه ما تخصكوش. كل ده ليه علاقه بالشخص نفسه. يعني لو حد قرر ان هو يتجوز لا من حقكم تمنعوه ولا تقولوا له كلام يرجع الموضوع، ولا حد قرر ما يتجوزش لا من حقكم تقولوا له لا اتجوز ولا ايه اللي انت بتفكر فيه ده، ما تقولوش حشركم. انتوا عارفين اللي بيقعدوا يقنعوا الناس بالعافيه علشان يتجوزوا هم اصلا مش عايزين؟ عارفه المنظر كده بيفكرني بايه؟ عارفين لما تيجوا تعلموا حد العوم وبعدين تقولوا له اختص، هو لسه بيتعلم العوم هيختص دلوقتي ازاي يعني؟ ما لازم يكون بيعرف يعوم كويس عشان يعرف يختص، فانتوا عايزينه يختص على طول قبل ما يتعلم العوم. شايفين انتوا تفكيركم عامل ازاي لولبي؟ فلا من سلطات الاب ان هو يجوز ولاده ولا بناته بالعافيه، ولا من سلطات الام انها تتسلط على بناتها ولادها علشان يتجوزهم بالعافيه. فانتوا اتجوزتوا خلاص وكان بها، سواء اذا كان جوازكم فاشل ولا مش فاشل، ماشي؟ مع ان انا 90% متاكده انه فاشل، ماشي؟ فانتوا مش من حقكم تجبروا ابنائكم ولا حتى اي حد من العيله، من عمات والخالات وكل دول والعمام والخلان، كل دول المفروض يطلعوا من الموضوع، تمام؟ خليكم في اولادكم، خليكم في اقصدكم، وبعيدوا عن بنات الناس، خلي كل واحد ماشي بدماغه ويفكر زي ما هو عايز. في الاول وفي الاخر دي حياتنا احنا، واحنا ايه اللي هنتحاسب عليها؟ انتوا مالكوش اي علاقه بالموضوع. وانا بقول لكم لو انتوا مش مستعدين للخطوه دي او مش متاكدين منها ما تتجوزوش من الاول، لان انا شفت ناس بتتطلق وناس بتتارمل والاثنين حياتهم ماساويه، تمام؟ اللي ممكن اللي تطلق ما تعرفش ما يكونش عندها شغل وكانت معتمده على الجواز، فمع السلامه على الشارع على طول، او تبقى تقلع على اهلها فيتجوزوها جوازه ثانيه ازبل من اللي قبلها، تمام؟ يا اما تقعد ما تعملش حاجه وتحس انها فرد ملوش اي فايده في المجتمع، تمام؟ ونفسيتها تتدمر وكل القصص اللي احنا عارفينها دي، وواحده تتارمل ما يكونش برده لسه حاجه برده دي بايد ربنا، بس كان بلاش الوجع من اولها، كان ممكن يتجنبه، تمام؟ لان برده اللي بتتارمل دي ممكن ما يكونش عندها مصدر دخل فتتشحطت وتتبهدل زيها زي المطلقه. ف احنا للاسف في مجتمع ماشي كده لتحت مش لفوق. وفي الاول وفي الاخر الجواز حياه وليس اتفاق، تمام؟ الجواز كرامة وليس إهانة، الجواز احترام وحب متبادل بين اتنين، تمام؟ ملوش علاقة خالص خالص باللي بيحصل دلوقتي. ده مجرد فيديو تنبيهي للي مقدمين أو عايزين يقدموا على الخطوة دي أو في نيتهم حتى إن هم يقدموا عليها، فقدامكم وقت للتفكير وللتجهيز، وأتمنى تختاروا الصح بس. فاشتركوا في القناة عشان تستمعوا لبقية الفيديوهات اللي جاية وبقية السلاسل والمواسم اللي لسه هعرضها، وبرضه تعملوا مشاركة عشان الكلام ده يوصل لغيركم وتلحقوهم قبل ما تقع الفاس في الراس، وبرضه اعملوا اعجاب لو انتوا اتفقتوا معايا في اي حاجه قلتها في الفيديو ده، وتعليق لاي موضوع حابين ان انا اتكلم عنه او حتى تعقيب على اللي انا قلته. مع السلامه.